ما هي المسيحية الصهيونية إذن، ومتى نشأت ومن يقف وراءها؟ حتى نفهم أدبيات هذه الحركة يجب أن نفهم الأساس، النظرية الأساسية للمسيحية من موضوع اليهود، وهي النظرية وضعها القديس أغسطين. تقوم على ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول أن الأمة اليهودية انتهت بمجيء المسيح. المبدأ الثاني هو أن الله طرد اليهود من فلسطين عقابا لهم على صلب المسيح. المبدأ الثالث هو أن النبوءات التي تتحدث عن عودة اليهود قد تحققت بعودتهم من بابل على يد الإمبراطور الفارسي قورش، وأن هذه الأمور انتهت. هذا الموقف المبدئي للكنيسة المسيحية بشكل عام. الآن الذي حدث فيما بعد، في عام 1607 نشر لاهوتي يهودي في بريطانيا اسمه توماس برايتمان، نشر كتابا يدعى أبوكاليبسس، يقول فيه في المبدأ ويفلسف المنطق أن الله يريد عودة اليهود إلى فلسطين لعبادته من هناك، لأنه يحب أن يعبد من هناك. هذا الموضوع رن في أذن بعض المشتغلين في قضايا لاهوتية سياسية. في ذلك الوقت كان اليهود يتعرضون إلى اضطهاد في روسيا القيصرية وفي بعض دول أوروبا الشرقية، وكانوا يلجؤون إلى أوروبا الغربية اليوم كما نعرف. فللتخلص من هذه الهجرة قالوا لماذا لا نستعمل هذه النظرية من أجل تحويل الهجرة، بدل أن تأتي إلينا نوجههم إلى فلسطين، وبالتالي من خلال هذه النبوءات الدينية في وقت مبكر، يعني من ذلك الوقت. فأخذت هذه العملية، لكن النظرية الدينية الجديدة وجدت من يتلقفها ومن يؤمن بها حقا. لم تعد مجرد عملية استغلال سياسي، أصبحت هناك مدرسة دينية لاهوتية قائمة عليه منذ ذلك الوقت المبكر. ونجد أنه في عام 1649 لاهوتيان بريطانيان كانا يعيشان في هولندا وجها رسالة إلى الحكومة البريطانية يطلبان فيها أن يكون لبريطانيا شرف نقل اليهود على البواخر البريطانية إلى فلسطين، تحقيقا للإرادة الإلهية بوجوب عودتهم إلى هناك. الآن لماذا عودتهم إلى هناك؟ النظرية قامت على أساس أن للمسيح عودة ثانية، ولهذه العودة شروط لابد من توافرها. المسيح لن يعود إلا إلى مجتمع يهودي، ولن يظهر إلا في صهيون. ولذلك فإنه تحقيقا للإرادة الإلهية بتسهيل وتسريع العودة الثانية للمسيح، لابد من تجميع اليهود، لابد من إقامة صهيون حتى يظهر بينهم.